بعد العراق جنة. كلمني عن الجنة حجي. كل شيء بي موجود. الدول تتمنى العراق. كان العراق. كان هدوء بابا. وكان استقرار. ماكو ارهاق وما ارهاق. هدوء. واحد يسير على واحد. واحد يسهر يبجاره. حزنت عليها؟ طبعا. الوطن مالي. الله يفلسل فلسنا منه. شو اللي تتذكره في العراق؟ شو اللي تحن فيه؟ لو قلت لك تحن للعراق لشغلة معينة، شو اللي تحن؟